ازيك؟ ازيك يا ملك؟ الحمد لله. انا دورت عليك كتير قوي ورحت لك البنك كمان، بس قالوا لي ان انت استقلت. وكلمتك كمان في التليفون بس معرفتش اوصل لك للاسف. كان في حاجه يعني؟ أنا نفسي بس تديني فرصة إن أنا أشرح لك. صحيح. بالك إحنا اللي كان بينا انتهى من زمان. الحمد لله قدرت أعديه. وأكيد ما عنديش استعداد أفتكره ولو للحظة. والله العظيم أنا ندمانة. ونفسي تديني فرصة بس إن أنا أعتذر لك. صدقيني مفيش داعي للاعتذار. أنا مش عايز منك حاجة. مصطفى، لا انا بحبك، وكل اللي انا طالباه منك انك بس تقولي الاقيك فين عشان اطمن عليك. اطمن، انا كويس الحمد لله، ربنا نجاني من اللي كنت فيه عشان هو عارف ان انا مستاهلش كل ده. ارجوك سامحني. أنا مسامح. إيه يا حبيبي بتعمل إيه؟ الجبنة الجديدة دي؟ آه، دويها كده لو عجبتك أجيب لك منها. لا إحنا عندنا في البيت، بس لو أنت عايز نجيب يعني. طب وين أجيب لك تاني؟ طب جبت المكرونة؟ جبت الإسباجيتي والحلزوني والقواقع، بس ما لقيتش الفرشات. صاروا باين.